ما حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي؟ في أوقات النهي اختلف العلماء حكم صلاة تحية المسجد في أوقات النهي، مثل قبل الغروب أو عند غروب الشمس، فهل يصلي تحية المسجد؟ والعجب أن هذه المسألة تسببت في جعل أحد العلماء عالما بعدما لم يكن عالما، وهو الإمام ابن حزم الأندلسي. ابن حزم الأندلسي كان أميرا في الأندلس، أمير، وكان يرتاد المسجد لكن ليس على علم، ويعيش حياة الأمراء. فدخل المسجد مرة في وقت النهي قبل المغرب، فأراد أن يصلي ركعتين، فقال له أحدهم: اتق الله، اجلس، أتصلي في وقت النهي؟ قال: استغفر الله، أنا ما بعرف. فجلس، فقال له أحدهم: اتق الله، تجلس قبل أن تصلي ركعتين؟ قال: سبحان الله، والله لأتعلمن الفقه. فأصبح إماما من أئمة أهل الظاهر. فبعض الناس المواقف تجعل إيش؟ ينقلب على نفسه ويتقدم في العلم. وبعض الناس خلاص يا أخي أنتم مختلفين، بس تتفقوا حكولي، انتهى الأمر، ما عندوش أي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والراجع في المسألة أن أوقات النهي هو نهي لكنه عام غير محفوظ، ويطرق الاستثناء. فإذا كانت تحية المسجد فهي إن شاء الله من المستثنى.